للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، وايضا ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد عضو المرصد العراقي للحريات الصحفيه الاستاذ هادي جلومرعي. مرحبا بضيوفي الكرام. ابدا معك استاذ جاسم. دكتور جاسم، بعد ان تكررت جرائم استهداف الناشطين الى هذا الحد، استهداف اصحاب الراي، كان آخرها ربما وليس آخرها اغتيال الأديب والروائي علاء المشذوب في محافظة كربلاء، كيف تقرأ المشهد في العراق الذي بشره الاحتلال من قبل بالديمقراطية والحرية؟ نعم، يعني حقيقة بداية نعزي عائلة الفقيد علاء الخفاجي ونعزي كل العراقيين على هذه الجريمة الجبانة التي تؤكد أن الفاعل كاره للحقيقة، كاره للإنسانية، كاره للمبادئ والقيم أيا كان هذا الفاعل. هذا أولا. الذين اغتالوا الخفاجي هم أنفسهم هم الذين جاءوا بالمحتل الأمريكي يوم أمس، وهم أنفسهم الذين قتلوا مئات الآلاف من أبرياء العراقيين، وهم أنفسهم الذين هجروا مئات الآلاف من العراقيين، وهم أنفسهم الذين يهربون النفط العراقي في وضح النهار، وهم أنفسهم الذين يهربون آثار العراق ويتاجرون بالأعضاء البشرية، وهم أنفسهم الذين يتحكمون بالموانئ ويتحكمون بوزارات الدولة وفي غالبية مرافق الدولة العراقية. هؤلاء هم الذين اغتالوا علاء المشذوب واغتالوا مئات العلماء والأدباء في العراق. الذين اغتالوا المشذوب يكرهون الكلمة، يكرهون الحق، يكرهون المبادئ والقيم التي ينبغي أن تؤسس عليها الدولة العراقية. حينما نعود إلى أصل قضية، الرجل كان عراقيا وطنيا ينتقد الحالة السلبية الموجودة في العراق. حينما ينتقد فلان أو فلان من الأحزاب أو الشخصيات، هل الانتقاد يقود إلى 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 القتل؟ هو كان ينتقد الأحزاب الحاكمة بصراحة، وبالتالي هل هذه الأحزاب الحاكمة وهي أحزاب إسلامية، ونحن نتحدث من منظور إسلامي على اعتبار أن المتهم الآن هم الأحزاب الإسلامية الشيعية، النظرة للموضوع من منظور إسلامي أن الإسلام لا ينظر إلى كل من جاء من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أنه معصوم، وبالتالي يمكن انتقاد كل من يمتلك مؤسسة أو حزب أو هيئة أو جامعة أو كيان أو شخصية عادية. لماذا عدم قبول النقد؟ هذا يعني هنالك نوع من النظرة الفوقية للناس، هنالك عدم احترام للآخرين، عدم احترام لقول كلمة الحق من الآخرين. هذه النظرة العليا الفوقية هي التي قادت إلى اغتيال المعارضين للوضع القائم في العراق. وعليه أعتقد أن هؤلاء الأحزاب خالفوا الدين وخالفوا القيم وخالفوا المبادئ بهذا الإرهاب المسلح لأصحاب الكلمة في العراق. إذا كنتم تمتلكون الجرأة على الاغتيال وعلى حفظ الأمن، يفترض أن تعملوا على بناء الدولة. أنتم منذ العام 2003 وحتى اليوم لم تبنوا دولة، بدليل أنكم بين بعضكم البعض تقولون أننا فشلنا في بناء الدولة العراقية. إن كنتم تحبون العراق اذهبوا إلى بناء الدولة، لا تذهبوا إلى انتقاد الآخرين واغتيالهم، وهذا لا يليق بالرجال، وبالتالي ينبغي عليكم مراجعة الأطر التي تنطلقون منها في منظوركم للشعب العراقي. الدكتور المشذوب انتقد الخميني بمنشور على مواقع التواصل قبل أيام من اغتياله. إذا كان هو هذا السبب الرئيس لاغتيال الدكتور المشذوب، لا سيما وأن زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي تحدث من قبل عن القيام بخطف المعارضين، دكتور جاسم برأيك ما تداعيات هذا
هذه الجرأة التي تحدثت عنها بقتل من يعارض هؤلاء، ما تداعياتها على المشهد العراقي؟ قبل أن نذهب إلى هذا المنظور وقبل أن يعني نتكلم عن تداعيات هذا الأمر، نريد أن نتحدث حتى من وجهة نظر شيعية للمسألة. الشيعة الاثنى عشرية يقولون بأن الأئمة المعصومون هم 12 إماما، وبالتالي لا يوجد بعد هؤلاء في نظرتهم من هو معصوم. هل من جاء بعدهم اليوم في هذه القرون هل هو معصوم؟ وبالتالي هو إنسان يمكن أن يؤخذ منه ويرد عليه. لماذا لا نقبل النقد؟ هل الذين يتحدث عنهم المجذوب وغيره هؤلاء هم من المعصومين؟ هذا كلام خطير جدا. إن كنا نقول بعصمة هؤلاء هذا يعني أننا ندخل الفكر الإسلامي في إطار لم يبنى على أسس علمية طبقا للأدلة الشرعية. إذن القضية قضية إنتاج فكر، يريدون أن يعطوا نوع من العصمة لشخصيات هي غير معصومة، وبالتالي يفترض بالإنسان عاقل قبل أن يكون عالما يفترض أن يقبل الانتقاد، وعليه يحق لكل عالم ولكل يعني صاحب فكر أن ينتقد من يشاء طالما كان هذا الانتقاد قائما على الأدلة وعلى الفكر. إذن القضية قضية عدم قبول آخر كما تحدثنا في البداية. أما تداعيات هذا الاغتيال فلا أعتقد أن الأمر يعني سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة، لأن المجذوب هو ليس أول من قتل ولن يكون آخر المقتولين. وعليه أنا أعتقد أن القضية ينبغي أن نعود إلى دور الدولة، دور المؤسسة الأمنية في العراق. نحن لدينا أكثر من 1.25 مليون مقاتل في الأجهزة الأمنية في العراق، ونحن نتحدث عن 36 مليون عراقي. هذا يعني أن كل عسكري مقابل 30 مواطن عراقي. أين دور هؤلاء؟ أين دور الأجهزة الأمنية التي تستهلك ربع ميزانية الدولة العراقية؟ هل القضية قضية مجرد رواتب وهياكل عسكرية لا دور لها؟ يفترض بالحكومة سواء حكومة عادل عبد المهدي أو غيره من الأحزاب، جميع هؤلاء الأحزاب الحاكمة والحكومة القائمة اليوم يتحملون مسؤولية سفك دماء أي مواطن عراقي. قبل أيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال أنهم يعني شكلوا لجنة مكافحة الفساد في العراق، وهذا أمر مهم، لكن بالمقابل هنالك ما هو أهم من الفساد. يفترض أن يكون لجنة مكافحة الفساد المسلح. نحن بحاجة إلى القضاء على العصابات الإرهابية قبل القضاء على العصابات الإرهابية التي تلعب بأموال العراقيين. هنالك عصابات تلعب بأرواح العراقيين وعصابات تلعب بأموال العراقيين. يفترض أن نعطي الأولوية للذين يعني نكافح الذين يقتلون العراقيين، لأن تعويض الأموال العراقية ممكن طالما نحن نتحدث عن دولة غنية مثل العراق، أما تعويض أرواح الأبرياء فهذا الأمر غير ممكن. إذن يفترض بالحكومة أن تجعل أولوية في المرحلة القادمة هو تقليم أظافر القوى الإرهابية الموجودة في المشهد العراقي. السؤال هنا، هل يمتلك عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الجرأة الكافية لتقليم أظافر هؤلاء؟ هذا هو الاختبار الحقيقي أمام حكومة عادل عبد المهدي، وليس اختبار فساد المالي والإداري. هذا مهم، لكن الأهم هو الحفاظ على أرواح المواطنين العراقيين. وأعتقد أن هذه هي الإشكالية الكبرى في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم. بعد انتفاضة الجنوب التي قاربت العام ربما وبدأت تتوسع في باقي المحافظات، يعني ردود فعل المتظاهرين هل ستضيف شيئا؟ يعني من وجهة نظركم عمليات الاغتيال للرأي كيف ستنعكس على زخم التظاهرات في الجنوب والرفض للميليشيات وللفساد وللعملية السياسية؟ أنا أعتقد أن المظاهرات يعني لن تتأثر بشكل كبير في هذه العملية، بل ربما ستكون هذه الجريمة الإرهابية
نوع من الحافز للبقاء في الشارع العراقي. قبل قليل استمعنا لشقيق المغدور وكان كلامه يؤكد الشجاعة الكبرى التي يعني يمتلكها هذا الرجل، وبالتالي هم يبدو من عائلة شجاعة لا يعني لا تخشى الموت، وهذا هو حال غالبية المتظاهرين في الشارع العراقي. الشباب العراقي اليوم قال كلمته إنه لن يصمت على الفساد حتى مع التهديد. يعني طالعنا في البصرة قبل عدة أشهر كيف أنه اغتالوا إنهم اغتالوا أكثر من ناشط في ميادين مختلفة في مدينة البصرة وفي غيرها من المدن، وعلى الرغم من ذلك استمرت المظاهرات. إذن القضية هنالك إيمان حقيقي لدى الشباب العراقي أن التغيير يجب أن يكون، وعليه قضية الترهيب للمتظاهرين لا يمكن أن تقود إلى نتائج، ذلك لأن من يريد أن يبني دولة يفترض أن يقبل بالرأي الآخر. أما القتل والترهيب والاعتقالات والتشريد فهذا لا يقود إلى بناء دولة، هذا يقود إلى مزيد من العنف، مزيد من الإرهاب المسلح. إذن يفترض بهم إن كانوا يريدون بناء دولة، وأنا أشكك بهذا الأمر، يفترض بهم أن يحققوا مطالب الجماهير العراقية. حينما خرجت المظاهرات في أكثر من 6 مدن يعني في الأنبار وغيرها، رأينا أن الحكومة حاولت شيطنة تلك المظاهرات، بينما هي كانت مظاهرات حضارية، مظاهرات يعني غير مؤثرة على الوضع العام في البلد، وكانت مطالب الجماهير مطالب إنسانية قانونية دستورية. ورأينا أن الحكومة حينها تعاملت معهم بأسلوب همجي كبير قاد إلى تداعيات خطيرة أدى إلى انهيار الدولة العراقية. إذن الحكومة، حكومة نوري مالكي، كانت هي من أكبر عوامل تدمير الدولة العراقية. وعليه أظن أن حزب الدعوة الحاكم حتى مرحلة قبل مجيء يعني حتى مرحلة العبادي، أظن أن حزب الدعوة الحاكم ولايتي نوري مالكي وولاية حيدر العبادي هم المسؤولون مسؤولية مباشرة عما جرى ويجري في العراق، بالإضافة إلى القوى الأخرى، لكن حزب الدعوة يكون له الأولوية والصدارة في المسؤولية، وعليه يفترض بهذا الحزب أن يعد من الأحزاب المدمرة للعراق منذ عام 2003، على خلاف النظريات والمبادئ التي كان ينظر لها الحزب منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي. إذن القضية قضية عدم وجود نظرة منصفة للإنسان العراقي، من يحترم العراقيين، من يحب العراقيين، من يريد لهم حياة حرة كريمة، عليه أن يقبل الطرف المعارض طالما كانت هذه المعارضة ضمن حدود المنطق والقانون والعقل. أما اغتيال الناس وتهديدهم وقتلهم وتهجيرهم فهذا أسلوب همجي لا يقود إلى بناء الدولة. هم يريدون دولة، لكن الدولة الحالية هي دولة ميليشيات، هي دولة تتحكم بها الميليشيات في العملية السياسية، في المنظومة الأمنية، في المنظومة الاقتصادية. وعليه نقول لهم أين الدولة التي بنيتموها؟ أين الدولة التي تقولون نحن جئنا من أجل العراق؟ هل العراق كان قبل 2003 في حالة أسوأ من الحالة التي عليها اليوم؟ كل عاقل وحكيم يقول لا، العراق كان في كل الأحوال أفضل من هذا الحال على الرغم من الحصار الظالم الذي فرض على العراق. إذن نحن بحاجة إلى دكتور جاسم الشمري، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، الكاتب والباحث السياسي، ونعتذر منك لضيق الوقت.